بث أركي دمورماتاي بسعر ثيذا لدير دمورماتاي مدمرينا وتميهينا بفيروجو دعلي بث أركي دي ديرو هايوت كتيوم ليثو بكثو وياقي راي دمايو وبصري توثو ونقوصو تكيت بودم يثي هاني تكتني سيمثو خزني عاترتو لدايرو وليور توثو سليوتو ستار مكثوه كيت بيبث أركي مونستي يعني سفوقي غلبي دو استعمال ديحشحثو دو قروبو آلو هويو صليبي دفاتر يرخي ودحسايو هانك دمشامشي إدايرو دم عادر للانساقي بوزب نديسو عروثيذا ليبث أركافي هو رابان يعقوب بارتلويو بقاميتو بشيمابو وبرو روحو قاديشو حاضلوه شاريرو آمين اعدو احنا ببث اركدي ديرو دمورما تاي دسريو ارتدوكسو قيمينا ابث اركاثي اتكو حبشو فرمو عاتيقو وموني دوكربو آلو هويو سليبي وسريتوثو النافورات كثوبو قاديشو فوشوقو دو ايوانجليون هاني كله دمثحشحيو بني أقابو هوثو وريشوني دمشامشي بدايراثي إقادشتو إلو عماثي كولا لاذي عينا أعتقو دوسي قومو دموني دحزيلا أكوسي وفينكي دو قيرو آلو هويو وصليبي خدمر لن كدعري لحسايو ولريشون دي دايرو بشم دا بوبرو رحض قدش خالة أمين أخني داها كاخب مكتبة مخطوطات ديرة قديشة مارمتة الناسك سلين رضوكس داها محاكاخ باي مكتبة ما إيبا وما ليبا من مخطوطات وما محتفظ أخني بقاوة من أواني مباخر وصيوانة ديك مستخدميوها المطارين ديك يو روساد هذا ديرا وربانة ديك يوم قامي منان تخدميوها بهذا ديرا ومحاكخ طبعا المخطوطات ما متضمن يعني مخطوطات من علوم الطبيعة وتاريخ دقيتا وصلواثة قاشي ونوافير يعني طقوس القداشة ديك مستخدميوها يعني قاشي ديك يوم قامي منان ربانة ومحاكخ اثوانك ثاوي تيقي صلواث ديوماث ديوماث كوي شبثة كم رخ الشحيم هم ثاوي تيقي لي ومحاكخ تفاسير الانجيل وبيه مشاتكم طبعين طبعا اتلن قسم المخطوطات لكذا اخ بيه مشاتكم طبعين وبيه مشاتكم كثوين ومينكم كثوين يعني مجهولين الشمانة لكذا اخ منه هو تلان حالة كثاوي برد عبري وإن شاء الله مستمتعيتم بعد التقرير دك مصور منن أخوانا العزيزة حارث منونة ومتمنى لك كل شكر وكل بعد عمل دقمنا بقاوي وعلى مبارك بقاوي وشكرا جزيلا بشي ما بروح هاي وقاديش وحضاله وشارير وآمين نحن الآن في مكتبة القديس مرمتة الناسك دير مرمتة الناسك للسيران الرذوكس وهاي مكتبة هي خاصة بمكتبة تسمى بمكتبة المخطوطات والتي تتضمن بعض الأواني التي ترونها كان يستخدمونها بعض آباء الرهبان الذين كانوا يخدمون هذا الدير من قبلنا وبعض الأواني من الكؤوس والصواني التي كانت تستخدم في إقامة الذبيحة الإلهية أيضا وبعض الصلبان وتتضمن هذه المكتبة أيضا بعض المخطوطات التي كانت تخص هذا الدير العامر ومن ضمن هذه المخطوطات تتحدث عن هذه المخطوطات عن تاريخ الكنيسة والعلوم الطبيعية وما إلى ذلك وبعض النوافير التي كانت تستخدم أي في إقامة القداس الإلهي وبعض من هذه المخطوطات أيضا اللاهوتية والفكرية والعلمية والفلسفية وتفاسير الإنجيل والأناجيل أيضا أتمنى لكم
أن تستمتعوا بما سوف نشرحه على مسامعكم الكريمة. ونشكر أيضا الأخ العزيز على قلبنا الذي قام بتصوير وإعداد هذا التقرير الأخ حارث منونة، وشكرا جزيلا. طبعا عندنا هوني بعض التحفيات اللي استخدمناها، كانوا يستخدموها قبل الرؤساء اللي في قرون المسيحية الأولى ووسط القرون المسيحية همينة، من المباخر. طبعا ما نعرف عمر هاي المباخر، وعندنا هاي الخانة اللوخ الكؤوس اللي كانت تستخدم أثناء القداس الإلهي، هم اللي كانوا من الرهبان ورؤساء الدير في القرن 18 يمكن 19 الميلادي. عندنا هنا الصلبان همينة اللي كانوا يستخدموه أصحاب النياف المطارنة اللي كانوا رؤساء دير مرمتة. عندنا هاي الخانة اللخ الكؤوس والصواني التي كانت تستخدم أثناء إقامة الذبيحة الإلهية من قبل بعض آباء الرهبان قديما وبعض رؤساء هذا الدير، دير القديس مرمتة النازك. وطبعا عندنا هاي الصلبان لأصحاب النياف المطار الأجلاء اللي كانوا قبل رؤساء على هذا الدير. شو ما تشوفون هاي الصلبان اللي كانت تستخدم، هاي المبخرة همينة هم قديمة جدا. دكتيو يبيعو هو أوسكي مودتلي فويتوبة مورتي ماتيوس يعقوب موصلويو وحسيو دي ديرو ويحطرطو عنو بيو موثو ديريشو ثايفة دي حسيو ثايفة بديرافة إميا قرطو. هذا الإسكيم يعود إلى المثلث الرحمن المطران مار طيموثاوس يعقوب موصلية، هذا إسكيم القداس. ومدح رنت كتيو وصل ممصورو دي قادشتو مورتشموني وشوعو أبني عموم الفناثي مورو لعوزر. وهاي إيقونات قديسة مارتشموني ومعلمنا عازر وأولادهم سبعة. عندنا هاي إيقونة اللخ هم قديمة بس ما نعرف تاريخها بالضبط، يعني ايما سنة او ايما قرن، بس هي قديمة. وعندنا هاي الصلبان دشوفوها وبثر أزن لوغا بحرين ودموني دوقرو وآلو هويو تصليبه ودرشمه. هاي الصلبان، هذا العكاز اللي كان يستخدمه سيدنا مار طيموثاوس يعقوب موصلية اللي كان رئيس دير مرمتة. وعدوك مشغولين على سري توثو وكثو بود النافورة دقا بهوثو أقاديشي هاود لاتيو إشاتو دكثو ويفي إذيعتو ميذي دعوت قيفي لشنايو طب راحيقو كدوعر وكثو كتلي مو عسري دافي كل دافو كتبا عسري حوقي كفيوي. بعد ما حكينا على ذيك الخانة اللي كان بيها كؤوس وصواني الخاصة بالقداس بالذبيحة الإلهية والصلبان والسكيم اللي كان يخص سيدنا مارتي مثاوس يعقوب موصلية المثلث الرحمة والمباخر اللي كانت تستخدم في هذا الدير، ننتقل الآن إلى هذه الخانة اللي تتضمن بعض المخطوطات القديمة. طبعا تشوفون هاي المخطوطة القديمة جدا، اسم الناسخ اسم الكاتب مجهول، تاريخ الكتابة هم مجهول. عندنا كل مخطوطة مكتوبة بهاي الورقة بهذا الحجم. طبعا
طبعا هذا الكتاب اسمه كتاب نافورات، يعني الخاصة بالقداس الإلهي. المحتوى نافورات للآباء القديسين، حتى كنا أخذنا القياسات الطول والعرض وعدد الأسطر وعدد الورق وعدد الصفحات. فعندنا هاي النافورة اللي تتضمن شو ما قلنا الخاصة بالقداس الإلهي، نوافير الخاصة بالقداس الإلهي للآباء القديسين، عدد الأسطر 22، قياس الأسطر 15 سنتيم، عدد الصفحات بهاي هذا الكتاب 120 صفحة، تاريخ الكتابة مجهول، اسم الكاتب مجهول. هاي المخطوطة اللي قلنا تتحدث عن النوافير القداس الإلهي. تشوفون هاي المخطوطات اللي مجلدة، هاي بعد ما كانت هوني منظمة إيطالية UPP، كان عندنا دورة احنا الرهبان، علمونا تنظيف واهتمام بالمخطوطة القديمة، اللي يعني كل مخطوطة عندنا هنا ما يقارب 100 سنة أو 200 سنة، عندنا تسمى فناقيذ همينة. فهاي علمونا شلون نهتم بالمخطوطة، شلون نغلفها، شلون ننظفها بأدوات خاصة، وعملناها حافظة حتى نحافظ عليها من التراب ومن الرطوبة فنهتم بها. نوهور أسري توثو دعالو قلدو كومنتوري أديوما بدربو شافيرو ودلو حسرونو لكثو ولأسري توثو ببثركي ودربو دون طورانو يالي فينالي مسيحثو إيطالويتو دثيو مولفلالا ودربو دون طورو دكثو بوزبنو دو قورو ودو حيمو أكثو كلوزم منطوري أو كيف متحفظي مش حنثو وميراتي بوثو إسيحثو إيطاليتو دمحويلة لن أدربو دونتورو دكثو ووصلتو ثاني بوليشون أوريفويو كوميذوعو UPP. إسري التاثت كحوزيتو حذو مصري توثو عاتيقوثو دوليشون سريويو تكيد بيبيت ثاركافيو مفوثدو عد قيدة إنقلت تعنتلا كلوزم لوشت كافي بذوثخ لشان دلومو طيلا حسرونه. عندنا هنا مخطوطة بالصندوق، هاي أقدم مخطوطة همينة ده تشوفون، هاي بصراحة كثير قديمة، ايضا هي مخطوطة سريانية. المفروض انا لازم كنت البس كفوف الخاصة بهاي المخطوطات حسب ما علمونا، انه لازم نهتم بمخطوطة شلون نقلب الورق على كيفنا حتى لا يجي شيء للورق، وهاي منطقة نصلحها لان قديمة هاي المخطوطة، ولهذا محتفظين بها بهذا الصندوق الخشب المربع من التلف والرطوبة والأتربة. كيت سرت تحريتو هايو محطو يو بحا صندوقو اي جروثو دمورفو لسو شليحو واي جروثو دي كنشتو سريتي نبأث ووثو استرانجيلو يوثو. عدنا هاي المخطوطة محتفظين بها بهذا الصندوق، تتضمن هاي المخطوطة رسائل القديس بولس الرسول ورسائل الجامعة، أيضا هي قديمة، شوفوا هاي رسائل القديس بولس الرسول ورسائل الجامعة، هاي تنقل فطرس شليحه. هذا الخط الاسترنجيلي وقديمة، شوفوا المخطوطة قديمة جدا، هاي الرسائل الجامعة ورسائل القديس بولس الرسول. كيتستي اكثو دمزموري تكتيو كثيو بولشون السريويو وعربويو
وعندنا هاي المخطوطة الأخ قديمة جدا، تتضمن كتاب المزامير بالسريانية وترجمته إلى العربية بعمودين، يعني أكو عمودين سرياني عربي، هذا السرياني وهذا العربي اللي نقول احنا قرشوني بأحرف سريانية. هاي كتاب المزامير بالسرياني والعربي، تشوفون قديم هاي المخطوط، طبعا ما نعرف الناسخ مالته، اسم الناسخ، اسم الكاتب، سنة الكتابة، كلها مجهولة التاريخ. تشوفون هاي المخطوطات، وشو ما حكينا قبل قليل انه هاي اهتمام بها، اهتمينا بها، عملنا لها غلاف خاص حتى تكون مانع للرطوبة والأتربة وما الى ذلك. نتحول الى خانة الاخرى، نشوف هاي هذا الكتاب يسمى كتاب التقلب، اللي هو يحدد اعياد الفصح والقيامة بحسب طقس الكنيسة كالكنائس المسيحية في العالم. هذا كتاب جدا قديم همنا. وش مدكثو التقلبيو بكثو انو متحمني اعيذ دو مولوذو ودي قيمتو بحشو ودو تكسو دي عيتو مشي حيتو اكثو كثيو بقانيو دمنح نفسو الياس بهنام بعشقويو اكثو كتلة ثلاثة وشتي دافة وكل دافة كو حملو حمشو وعسري حوقي. اسم الكتاب تقلب، الابعاد 25x18.5، عدد الاسطر 25 زائد جداول، قياس الاسطر 14، عدد الصفحات 63 صفحة، تاريخ الكتابة سنة 1933، اسم الكاتب الياس بهنام البعشيقي. هذا الكتاب اللي هو كتابه الكاتب اسمه الياس بهنام البعشيقي. هذا هو التقلب، هذا اللي يحدد أعياد الفصح والقيامة للكنائس المسيحية. كيد كثو وروحونو يكثي وبولشون السريويو باث وثو استرانجيلو يوثو دكثو وانو لو أكاثو ولو إشاتو دكثي ويفيعنه. عندنا كتب روحية، هذا كتاب هم قديم جدا، هم مكتوب باللغة السريانية، الخط الاسترنجيلي، بصراحة ما نعرف اسم الكاتب ولا تاريخ النسخ أو الكتابة، مجهول الهوية أيضا، كل هذا باللغة السريانية. توب كيت كثو وحرينو وكثو بودو كثو اشمي أقليميسيو هانو أقليميس وتلميذ دمرفة رسو شليحويو وكثو كتلة ماثة وثلثة واربع دافة ده اتلن هذا كثاوة كتو قشيتو كده كثيوة بقرشوني بأحرف سريانية، شمد مخطوط قليميس واون تلميذة ماربطروس شليحة، شمد مؤلف ليثن شميه مجهول، شمد ناسخ هم ليثن شميه مجهول، وتاريخ دنساخي ليثن، قياس المخطوط أربي بتشأو وسري وبلغا. هذا عدد صفحات ديدة ورايق 343 ورقة. تقديمًا شمت كاتب وتاريخ دكثاوي مجهولين لكذاخ منا. هذا الكتاب هو اسمه كتاب إقليميس
وهو تلميذ القديس مار بطرس الرسول. اسم المؤلف مجهول، اسم الناسخ مجهول، تاريخ النسخ هذا الكتاب أيضا مجهول، ما نعرف أيما وقت انكتب هذا الكتاب. وقياس المخطوط، يعني قياس هذا الكتاب 40×29.5، وعدد الصفحات 243 صفحة، وقياس الأسطر 24 سنتيم. هذا الكتاب شوفونه كله قرشوني بأحرف سريانية. هذا الكتاب اسمه كتاب قليميس. هون الكتب عندنا تشتمل الوعظ والمواعظ، يعني أسلوب الوعظ والمواعظ تتضمن على مدار السنة بحسب طقس كنيستنا السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية المقدسة. كيت كثو وحرينو اشمي فرديسو الديروي وكثوانو كثو لأمنوحو كثوبو أيوب أفندي تكوميدا أيوب برسوم وكحوبش بقاوي تاشعيوثو دقابوهو ثو قاديشي وحذو منت كتيو إتاشعيثو دو قاديشو مرماتاي. هذه الخانة تتضمن سير وقصص الآباء القديسين. ده تشوفون هوني مكتوب سير القديسين ممري وتشعيث مرماتاي، يعني ميامر وقصة القديس مرمتا الناسك وبستان الرهبان. هذا وفردوس الرهبان، كتاب بستان الرهبان قديم أيضا مكتوب باللغة العربية. اسم الكتاب بستان الرهبان للسيد أيوب أفندي برصوم الذي هو قداسة مثلث الرحمات مار غناطيوس أفرام برصوم بطريرك أنطاكيا اللي انتقل سنة 1957 من هذا العالم. الأبعاد 17.5×11، عدد الأسطر 19، قياس الأسطر 7.5 سنتيم، عدد الصفحات 213 صفحة، تاريخ الكتابة سنة 1905، اسم الكاتب عبدالله حشماز جرجس. توب كيت كثوو سيمويو ميشادو دا 1905 علو فاطريارخو مرغناطيوس أفريم قذمويو وكثوو كتلة مافي وتلو فحصر دافي وكل دافو كتلة تحصر حوقي وكثوبو دوكثوو ومنوحو عبد اللحت شماس جرجيسيو. قلت لنا هذا كثاوة، شمي كثاوة بستان الرهبان كلا كثيوة سيدنا البترك أفرام برصوم من ديكيو شمي أيوب أفندي برصوم وشمي الناسخ عبد الأحد شماس جرجس. تاريخ النسخ شاتت 1905 سوريتوثا، قياس المخطوط شويسر وبلقى بخديسر وهذا متضمن عن حياة الرهبان ودخيق عشيو رباني بأديرة وبصوامع وقلايات وشولين بس كم شغليوة وكم صاليوة وخدميوة على خلابي طول حياتين. هذا اكثاوة كمريلي اكثاوة بستان الرهبان. عندنا هون كتب، هاي طبعا هم ما نعرف اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ ولا اسم الكاتب، طبعا كله مجهول. بس هون عندنا هاي الورقة أخبار القديسين قرشوني، يعني عربي لكن بأحرف سريانية. وعندنا هذا المخطوط قصص القديسين، هاي هم راح نشتغل إن شاء الله بها بعد وقت. هم راح نحتفظ نخليها في هاي الكراتين، مثل هاي الكراتين اللي شفتوها قبل شوية.
حتى نحافظ عليها من الرطوبة والتلف والأتربة أيضا. كتكثو وحرينو هاو دلو اكو ثوبو ولو ازبنو دكثو ويذي في عيو اكثو كحو بشبقاوي تاشعيوثو دقاديشي اكثو بانوستي كومنتر بقاوي صندوقو لشان دلومو يتحسرونو ميراتي بوثو وحورو. اتلناني كثاوي طبعا لك اذا منكم كاثوهن وبيما شاتك ثوهن وبيما مني شمد ناسخ ديكم ناسخين لك إذاخ بس قشيتون إنه هذا مخطوط له كلكثيوة بقرشوني وآخر كلكثيوة أخبار قديشة قرشوني وآخر كلكثيوة هذا مكثاوة قصص قديشة وهذا هم قصص قديشة وهذا هم منها فأني كلهن لك إذاخ بيما شاتكم كثويهن ومني كم كاثوهن ومني شمد مني كيو أنا كثاوي لك إذاخ لأن قشيتون أنا ورايق كنجيلة ولهذا محتفظة كاخ محتفظة بقوهن بس بعد فترة كان عينا لا بدخن مخاني مخاني بدارخن باي حافظة مغلفخن حتى محفظة منهن دلتلفي ومرطوبة ومأبرة دلاث إلن لأن أمبيشي دلا حافظة كلن بعدمي وبزلن أني مخطوطات حيلة ثميننا جدا. ننتقل هاي الخانة اللخ تشوفون هاي مخطوطات هم قديمة هاي الخانة خاصة باللاهوتيات من ناحية الفكرية والفلسفية وعلمية الكتاب مختلفين يعني عندنا قسم منهم معروفين اسم الكتاب ومعروفين بأيما سنة انكتب هذا الكتاب وأيما سنة اسم الناسخ بأيما سنة أيضا وعدد الصفحات والأسطر وحجم الكتاب وكم صفحة بينه الكتاب شو ما قلنا هذا خاص باللاهوت من ناحية العلمية والفكرية والفلسفية لكتاب مختلفين أنا كثاوي كتو قشيتو عندها أنا خاصة بلاهوت بلاهوت ديتا من ناحية علمية وفكرية وفلسفية ديكم كثوين يعني شمانيهن كنا موجود وكذا اختاريخ نسخ وإكما ورايقنا وحجم السطر ما قد عليه وكلين كتو قشيتوهن أنا كثاوي يعني كلين كثاوي دلاهوت هاي خانة كنت خانة اتلا يعني قسم التاريخ دقيته قسم دلاهوت وقسم ما كامري له تواريخ علمية وتيقن يعني كثاوي حالة بقى بحرنو كيت كثو دي تيولوغيا وكثو دويا ذعتون رابو مور بارع برويو داخو كثو ديونو وكثو تصمحي وستار مكثو بيبي. ننتقل هاي الخانة هاي خاصة بمؤلفات القديس مار غريغوريوس يوحنا المعروف في ابن العبري الذي لقب بدائرة المعارف في القرن الثالث عشر بقاميتو اكثو ديونو اكثو ديونو كثولة المور بار عبرويو تكتيو اشمي ومشامليو غريغوريوس يوحان بار عبرويو اكثو سيمو يو بولشون سريويو وكو قرين ابو عربويو اعلى اشاتو دونسو خيفة الف وشعمو وشوعي عندنا هذا مثلا كتاب الحمامة قديم جدا هذا اسم المخطوط الحمامة اسم المؤلف غريغوريوس يوحنا ابن العبري اسم الناسخ قس زادق نصوم السعر دي تاريخ النسخ 1770 مسيحية قياس المخطوط 16 × 11 اللي نسخه أحد الآباء الكهنة سنة 1770 مسيحية شوفوا هذا كتاب الحمامة قلت لنا هذا كثاوة
هذا كم رخلك بحديثا كثاو يونا تحمامة شم المولة جديدة مار غريغوريوس يوحنا برد عبري شم الناسخ خاقاش شم زون الصوم السعردي تاريخ النسخ شاتد ألبا وشوامي وشوي سوريتوثا قياس المخطوط اشتاسر بخديسر وخشون هذا كثاوة هذا كثاوة تحمامة تقم كاثولي هذا كاهن هذا قاشا شاتد ألبا وشوامي وشوي سوريتوثا وطبعا كلكثيوة بلغة يعني سريانية بس قارقلة بقرشوني كثوبوت سمح وسو يميذي مور غريغوريوس يوحانون بار عبرويو وتسملي اونس خدوك ثوو هو مشامشونو افريم غورغيسيو ديشاتو الف وشوعمو وشحصر وكثوو كتلي اربعمو واربع حصر دافي وعلى كل دافو كيت شو حصر حوقك فيوي بحارتو دوك ثوو كيت كفيو بوليشونو سريويو كو مشغل علي شاري روثو ديعيتو كو مشغل علوي الفونو دي موزلتو ودكاوكبي بشبيلو علمويو اشمدوك ثوو سولوقو هونونويو بو عربويو كميلي السعود العقلي عدنا هذا كتاب الاخ زلقة معناه الاشعة اسم المؤلف غريغوريوس يوحنا بن العبري اسم الناسخ الشماس افرام غورغيس تاريخ النسخ 1719 مسيحية قياس المخطوط 22.5 × 15 يقول عدد الأسطر 17 سطور قياس الأسطر 9 سنتيم 114 صفحة تاريخ الكتابة 2030 يونانية أي 1719 مسيحية اسم الكاتب الشماس أفرام غورغيس الملاحظات يقول ورد في النهاية خاتمة بالسرياني نص ومحل وأرض هذا كتاب الإشاعة والذي يتناول الحقائق الكنسية الأساسية والذي هو من وضع الأب القديس مار غريغوريوس المصريان سنة 2030 يونانية في قرية قرقوش لأخينا الشماس أفرام ابن المؤمن الحقيقي غورغيس يعطي الرب المعرفة لكي يتعلم ويعلم به آمين آمين وآمين هذا كثاوة ديك نبيذي هون كثاوة زلقة كم راح تسرياني يعني معناته الأشعة شم المؤلف جديدة مارا غريغوريوس يوحنا برد عبري شم الناس ديك مكاثولي شماشة أفرام غورغيس مبغدادة شاتد ألبو شو أم تشيسر سوريتوثا وهذا كثاوة كدو قشيتون هون سرياني ليه كم كاثولي هذا شماشة أفران غورغيس ماثد بغدادة هذا كثاوة مؤلفة برد عبري كثاوة حرن لوبار عبرو يوكيت ببيثر كافي وناسو خدو كثاوة اشمي موسى بار موسى اللاشي بار موسى نسخلي اكثو بشاتو دا 1924 اكثو كتلة ماثي وترتي وتموني دافي وكل دافو كتلة حول عسري حوقي شمة الصعود العقلي كم حاكي العلوم الفلكية باسلوب علمي وكم حاكي عن شكل الدارة عدد الاسطر ديدة خوسري قياس الاسطر 40 سنتيمتر عدد الصفحات جديدة دوراية جديدة 383 ورقة تاريخ دكساوي شاتت 1924 شمد دكم كاثولي شمه موسى برد موسى اللشي عندنا هذا الكتاب اللي يسمى الصعود العقلي للمؤلف مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري مفريان المشرق الذي كان أيضا رئيس لهذا الدير دير قديس مرمت الناسك والذي لقب بدائرة المعارف في القرن 13 الميلادي
والمحتوى سرد العلوم الفلكية، المحتوى بهذا الكتاب سرد العلوم الفلكية بأسلوب علمي، ويتحدث عن شكل الرقيع والأرض وعدد الأسطر 21 سطر، وقياس الأسطر 14 سنتيمتر، وعدد الصفحات في هذا الكتاب 282 صفحة، تاريخ الكتابة سنة 1924 مسيحية. شوف الكتاب مكتوب بخط حلو، مؤلفه ابن العبري، والذي كتبه موسى بن موسى اللشي سنة 1924 مسيحية. هذا الكتاب اللي يسمى الصعود العقلي، يختص بعلم الفلك وشكل الأرض وما إلى ذلك. كتبوح رنو كتلة أبر عبرويو ببثر كافي اسمه كايلود ميمري، وناس خدو كتبو هو نوح بارتلويو، وكتبو كتلة موت شعود شعي دافي، وكل دافو كتلة شحصر حوقي، وكثوه بوليشون السليو يكثيوه. هذا الكتاب اسمه الأشعار والأوزان، أيضا المؤلف غريغوريوس يوحنا بن العبري، اسم الناسخ نوح بن شابة حنو شمسوكي البرطلي، وعدد الأسطر 19 سطر، وقياس الأسطر 9.5 سنتيم، عدد الصفحات هذا الكتاب 129 صفحة، تاريخ الكتابة سنة 1932 مسيحية. طبعا اتلان هذا كتاب ذلك لبيذن او نشم الاشعار واوزان، شم المولف ديدة مار غريغوريوس يوحنا برد عبري، شم الناسخ شم دكم كاثولة نوح برشابة حنو شمسوكي برطلايا، تاريخ دكثاوي شاتت 1933 سريتوثا، وهذا كثاوي كولي بلغة السريانية. وتلن حيل كثواني طبعا برد عبري أنا كنت قشيتو هين. هذا كتاب الإيثيقون دكم حاكي فلسفة الآداب وأخلاق، كم حاكي كل من دي، وكم ترجم لسيدنا مطران مار غريغوريوس بولس بهنام ألام حسين بطلواتي، وكم طابع له بقامشلي، كم حاكي عن أخلاق وآداب ديخ مختص بكل ناشا. أكثو حرين دوبار عبرويو تكيتلي ببثر كافي هو أكثو ديفيقونيو، إفيقون مترجم له مار غريغوريوس بولس بهنام وحثيم بمذي تتقامشلي أو كيف زالين بسوريا، وناسو خدوك ثوو رابان موسى بر موسى اللشيو، وكثوو كتلة ماثيو شحصر دافي، وكل دافو كيت أعلى حمشو تليفي حوقي، ونسخد كتيو بيذن هركي مشاهدو دا 1920. عندنا هذا الكتاب الإيثيقون أيضا لمؤلفي ابن العبري الذي ترجمه المثلث الرحمة العلامة الملفان مار غريغوريوس بولس بهنام مطران بغداد والبصرة، وطبع بالقامشلي. طبعا هذا هو مخطوط، هذا مخطوط اللي كتبه موسى بن موسى اللشي. شوف هذا المخطوط، هذا كتاب الإيثيقون يقول أنجز بمعونة ربنا وإلهنا يسوع المسيح هذا الكتاب المسمى الإيثيقون في دير القديس مارمتة بجبل ألفاف على يدي الخاطئ الضعيف الربان موسى بن موسى من عائلة بيت اللشي في سنة 1926 مسيحية.
أطلب من كل الإخوة والأصدقاء القراء لهذه الأسطر إذا وجدوا خطأ أو شيء ناقص ألا يقولوا علي كلمة بطالة لأني غير ماهر في قراءة السريانية، لأن كل مخلوق ناقص وليس كاملا، الله وحده خالق الكل. أطلب منكم عوض أن تقولوا علي كلمة نقد أن ترفعوا لأجلي كلمة استغفار، وكل من يستغفر يغفر له الرب الإله، وذكرا صالحا لوالدة الإله مريم وكل القديسين والموتى المؤمنين، آمين وآمين. هانو أكثوانو شحيمو عتيقوي متكسو دو زووغو دو عموذو دو عوفويو دو لوويو دعانيوه دو صومو دا أربعي دو قروبو عالوهويو كيت كثوبو ديفانقيثو غلا بعتيقويو اشمي دوكو ثوبو دوكثوانو لاتيو يبيعو إلا أناسوخو دوكثوو اشمي توما بر الياس موصالو يويو إشات دونسو خايفة 1855 إفان قفافة كو حبشو أتكسو دوسو مدنينوي ديوميد تلوثو وديوميد أربعو وديوميد حمشو وديوميد عروتو وتكسو دعانيوي ودا كهنة ودا أخسنوية أو كيف تنخروية وقالدو ديفان قفافة قالدو ساقي عاتيقوية. اتلنا هذه خانة من ضمن طقوس مختلفة وآخا نوافير هم مختلفة وتلنا أخا كثاوي أنا هم مخطوطات كنا كاخ كثيوي إلين وصلواثة كهنة ويعني قداشة خاصة أنا شحيماتنا أنا شحيماتنا لك مستخدمة خين لأن اتلنا داش حيمات خاثي طبعة هولندا ديكم صالح بقوهن فأنا كل مخطوطات كاخ شويقين. هاي الخانة تتضمن بعض من الطقوس المختلفة مثل طقس الزواج، طقس الأعماث، طقس الموتى، وهذه الخانة أيضا طقوس القداس الإلهي الخاص بالكهنة والصلوات الخاصة بالكهنة، وهذه الطقوس أيضا نوافير التي تستخدم في قداس الإلهي. حاليا ما نستخدمها لأن هي هاي مخطوطة كثير قديمة فنحتفظ بها. هاي الخانة الأخرى هي الشحيم والفناقيس الخاصة بالأعياد والمناسبات الدينية، أيضا هذه هم ما نستخدمها لأن كلها مخطوطات قديمة، وأيضا كتب الحسايات الخاصة بصوم الأربعيني وأسبوع الآلام وما إلى ذلك. طبعا عندنا هذا الكتاب كثير قديم، هذا فنقيس، اسم المؤلف مجهول، اسم الناسخ توما بن إلياس البنا الموصلي، تاريخ النسخ سنة 1813 مسيحية. اتلن هذا كثاوة فنقيس لك إذا خد ادمن مؤلفه وشمت دكم كاثولي شمت توما برد إلياس البنا الموصلي شهادة 1813 سوري توثا. اتلن اون هذا يخص عذعيذة دخرون المشحل فيه تقصد بعوثة نينوي تقصد صومد دنينوى وتقصد اثنين بشابه واثنين بشابه وثلاثة بشابه وضربة نينوي يعني التر شابه وثلاثة شابه واربي شابه ثلاثة من صومد نينوى وتقص دعربتة عنيذة يعني روتة ميثة ودعربتة كهنة روتة كهنة ودعربتة أخسنوية روتة موتة غرباء. هذا مشتمل هذا الفنقيث. طبعا عندنا هذا غلاف لهذا الفنقيث القديم اللي ما نستخدمه أبد، يتضمن طقس هنا مكتوب طقس البعوث النينوي طقس البعوث اللي يختص بصوم النينوى واللي يشتمل يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. هون مكتوب بالسرياني طقس دترين بشابه ودتلوثة ودربع نينوي يعني ثلاثة أيام صوم نينوى، وهنا تقصد عربة عنيذة أي جمعة الموتى المؤمنين كافة، وتقصد عربة كهنة جمعة الكهنة،
وطقس دعرته دخسنوية جمعة الموتى الغرباء. هذا الفنقيث كثير قديم ولهذا احنا ما نستخدمه. اعدو معطينا لي حارتو دي بفركي ودحزيلا وفشقو دوي بنجلي وقاديشو بولشن سريويو وبو عربويو وبو قرشوني وكثوانو ساقي ساقي عاتقوي مور قيذكو محزي وعد قيذي لما ننسخلي وكثوانو لا تويلي. هاي الخانة هي آخر خانة بالمخطوطات. تتضمن هاي الخانة كتب مقدسة وأناجيل وتفاسير الكتاب المقدس وما إلى ذلك. طبعا عندنا بالسرياني وبالعربي وبالقرشوني. بدنا نشوف هسه واحد منهم. نشوف هذا. هذا مكتوب عليه طبعا قديم جدا. تشوفون الورق مالته. شوفوا الورق مالته. هذا مكتوب باللغة السريانية. نشوف اسم المخطوط. يقول إنجيل كنسي حرقلي. اسم المؤلف ماكو. اسم الناسخ مجهول. تاريخ النسخ أيضا مجهول. قياس المخطوط 27x17. أتلنا هذا كثاوك قديشة آون إنجيل دقيت عليه طقسي دق مستخدمي لكهنة على مدار الشات كوله. شمد مؤلف ليثين وشمد نازخ مجهول له وتاريخ نساخه هم مجهول وخشون هذا حيله تيقه له. هذا إنجيل أتلنا هذا خنا تفسير إنجيل شمة الجواهر الدورية في تفسير الأربع بشائر الإنجيلية. اسم شمد مؤلف شمة جبرائيل بن تادرس أصلان. شمد نازخ مطبوع له. تاريخ النسخ مجهول. كتوك ثوو اشمي بيرولي هانوستي تقم فاشق أربعو إيوانجيليوني وصو يومو دوك ثوو هو جابرييل برنادر بارتدارسيو إيمان سيخو كثوو لاتيو إيديعو وكثوو كثيوو يوبوليشونو عربويو. عندنا هذا تفسير إنجيل اسمه الجواهر الدورية في تفسير الأربع بشائر الإنجيلية. اسم المؤلف جبرائيل بن تادروس أصلان. مكتوب هذا التفسير باللغة العربية. تاريخ النسخ مجهول وسنة النسخ. تاريخ النسخ مجهول. اسم الناسخ مجهول. عفوا مكتوب عليه ومطبوع. شوفوا هذا اللي كتبه باللغة العربية. بحاريتو تودي الكل حد هاويلة تعبو وليوثو بطو يوبو دي تحرستافي ودفلحلة أعمينا ودي لونو يفدفلحلة بيبي فاركد مورماتاي تودي فستكو بينو لفرس حزو تسريو يسات كاشيروثو. احنا ستي أم طيبون دي تحرستاثي ديورتوثو سريويتو بعراق بودو ريذن كم قروينا أتاو ديوثيذن الليبونو يوثو لرابان يعقوب بارتلويو هاود هاويل التعب وشوتوفوثو بوطويو بدي تحرستاثي خدحزلخو وشامعيتو. أخني بشكرا خون دي قمنا بهذا برنامج دي كم صابرا مقاوي أخوانا عزيزة حارث منونا ودي تشرح لنا ناني مخطوطات واني اواني كلهن. وبشكر اخ قناه سريو سات ومتمنى لكم دوام الموفقيه والنجاح بخدمه ايتتان وشكرا جزيلا. نحن الان بعدما ان قدمنا لحضراتكم الشرح المفصل والكامل عن الاواني في دير مرمتة والمخطوطات ونشكر قناة سريو السات ونتمنى لكم دوام الموفقية والنجاح بإذن تعالى في خدمة كنيستنا وشكرا جزيلا.